وكمان هاني سلامة أكد أنه رح يكون موجود برمضان 2019، بس كمان هو بيتكتم عن كل التفاصيل وصرح بالموضوع خلال تواجده بندوة لتكريمه عن مجمل أعماله الفنية نظمتها الجامعة البريطانية بالقاهرة، وحكى كمان عن بداياته ومشواره الفني. الندوات اللي بتبقى في الجامعات عموما بشكل عام بيبقى فيها تفاعل كده مع جمهور، فببقى مبسوط ان انا ببقى موجود وسطهم. وسعادته هادي كانت حاضره لما انعرضت مشاهد من ابرز اعماله بالسينما والدراما، بدايه من فيلم المصير عام 1997، الشيء اللي رجعه سنين لورا. بتهيألي يمكن كان في شويه طلبه، واغلبيه الطلبه الموجودين هنا ما حد يعني ما حضروش شويه المصير، يعني انا مش بكبر نفسي بالمناسبه، انا ادوكم تهريبا. لو غاب قمر مليون قمر طالع طالع. وأكيد لما نحكي عن أهم أفلامه ما فينا ما نتذكر فيلم السلم والثعبان مع حلا شيحة اللي انعرض من 17 سنة وترك بصمة بالأفلام الرومانسية. أنا مش مصدق أنك عملتي كل ده علشان. والعام الماضي محمد حفظي حمس الناس لما نشر بوست قال فيه بأنه عنده فضول خلاه يفكر أنه يعمل للجزء الثاني. وعلى ذلك أنا عمري ما خنتك ولا حتى فكرت. لا بروف. وبما انه حلا قررت انها ترجع للتمثيل، فهل ممكن فعلا نشوفهم مع بعض مره تانية؟ انا عارف ان حلا رجعت، بس ما اعرفش موقفها الرسمي من الشغل شكله عامل ازاي، ما حصلش بينا يعني اتصال او حاجه. قررت بقى ان كان في فكره ان ممكن يتعمل جزء تاني، ودي كانت بصراحه كانت فكره محمد حفظي، بس يعني كان الموضوع واقف عند مرحله التفكير. ياسمين انا عارف ان انا غلطان. غلطان حازم؟ انت كده، انت كده وحتفضل كده على طول. بس هو فاجأ الحضور وكشف بأنه رح يرجع للسينما بعد غياب أكثر من 7 سنوات، وعبر عن حماسه ببوست قال فيه: من أعظم طموحاتي العودة إلى السينما بعد غياب طويل، وإن شاء الله قريبا رح يكون في تجربة جديدة من خلال فيلم سينمائي يحمل اسم شر الحليم، دعواتكم. وهو اسم على مسمى، إنتاج سناجي، هو المخرج رفعت العزيز، يعني أتمنى تبقى عودة حميدة بإذن الله للسينما.